بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبتي في الله، متتبعي مدونة أخبار عالم التقنية وقناة زيكوروان وصفحة أخبار تقنية، مرحبا بكم في فيديو جديد. وأنا جد متأسف على هذا الغياب الطويل لظروف شخصية. لا تنسوا زيارة موقعنا اخبار تقنية.com او اخبار عالم التقنية، واشتراك في قناتنا على اليوتيوب زيكوروان، وعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك اخبار تقنية. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله سنحاول ان نطرح بعض التطبيقات التي من خلالها يمكنك الدراسة والاستفادة واستغلال الهاتف المحمول في الاستفادة وفي الثقافة والعلم. وسأحاول أن أجرد مجموعة من التطبيقات التي ستساعدك في الدراسة، وخصوصا بالنسبة للطلاب والتلاميذ والباحثين. أولا، فهذا الفيديو سيعتبر بالنسبة إليك دليل إلى أفضل تطبيقات الدراسة للاستفادة من هاتفك. من منا اليوم لا يملك هاتفا ذكيا؟ فكل شخص في هذا الوقت يملك هاتفا ذكيا، وقد أصبح الهاتف الذكي ضرورة لا بد منها، وأداة في يد كل منا. نستخدمه في جميع مناحي الحياة اليومية، ورغم أن له الكثير من السلبيات مثل إضاعة الوقت والقضاء على الاجتماعيات في المنزل وقلة التواصل بين أفراد العائلة والأصدقاء، إلا أن له الكثير من المميزات الإيجابية التي يجب الإشادة بها. على سبيل المثال، في المجال الطبي حيث يقوم المرضى باستعمال تطبيقات تساعدهم على تذكر مواعيد أدويتهم وتوفير المعلومات الصحية التي يحتاجونها، كما أن له العديد من الفوائد التواصلية. أولا، نحن سنتحدث عن الجانب الدراسي، كيف نستغل هذا الهاتف في دراستنا وفي التحصيل العلمي. بالنسبة للدراسة والتحصيل العلمي، فهناك مجموعة من التطبيقات يمكنك تحميلها على هاتفك والاستفادة منها. إذا سنقوم بجرد هذه التطبيقات. أولا، هناك تطبيق ويكيبيديا، ومن منا لا يعرف تطبيق ويكيبيديا أو هذه الموسوعة الرائعة التي لم تترك شيئا تقريبا إلا وأوجدت له مقالا، سواء كان في مجال الطب أو الهندسة أو التاريخ إلى غيره. ميزة هذا التطبيق أنه يعطيك نبذة عما تريد مدللا بالمصادر التي أتت بتلك المعلومات. ويتميز التطبيق عن الموقع الإلكتروني أنه يمكنك بكل يسر أن تحفظ المقالات التي ترغب في قراءتها أثناء عدم الاتصال بالإنترنت، كما أن واجهته مميزة تخبرك بأهم أحداث وأخبار اليوم حول العالم. شخصيا استفدت من هذا التطبيق، وحاليا وكثيرا ما أرجع إلى هذا التطبيق للسؤال عن معلومة أو التعرف على معلومة في التاريخ وفي الطب إلى آخره. كذلك هناك تطبيق دولينجو. بالنسبة لهذه التطبيقات سأترك لكم رابط تحميلها في أسفل الفيديو في الديسكريبشن. وكذلك أعيد، هناك تطبيق دولينجو
من ضمن تطبيقات الدراسة هناك تطبيق دولينغو. هذا التطبيق يساعدك في تعلم اللغات وتعلم نطق اللغات إلى آخره. كذلك هناك تطبيق ماتواي، كنت من دارس الرياضيات أو الهندسة أو التجارة، إذا تعتمد على حزام معادلة الرياضي فإن التطبيق هو غايتك التي تنشدها. كذلك هناك كام سكانر، تطبيق كام سكارن أحد أهم تطبيقات الدراسة الشهيرة. فهذا التطبيق يعتبر مثابة سكانر صغير في جيبك وفوائده العديدة لن تكتشف إلا بعد استخدامك له. فهذا التطبيق يمكنك من تصوير الأوراق الدراسية المختلفة وتنسيقها بشكل مناسب وتحديد كثافة ألوان الكلمات التي تظهر لك بشكل واضح للقراءة. كما يساعدك هذا التطبيق بشكل عظيم أثناء المذاكرة، حيث يمكنك من تصوير أي ورق مكتوب تحتاجها أو تريد التعديل عليها بالشكل المطلوب. كما يمكنك من تصوير مجموعة من الأوراق وتحويلها إلى ملف بصيغة PDF لتستخدمه ككتاب محفوظ في هاتفك فيما بعد. وكذلك هناك تطبيق ماين فيكتور، وقد أثبتت الدراسات المختلفة أن من أنجح الطرق لاسترجاع المعلومات بشكل صحيح هو الخرائط الذهنية، فهي تمكنك من عمل شكل متصل من المعلومات يساعد العقل على استرجاعها بشكل منظم ويسهل حفظها بشكل أكثر فعالية. فالخرائط الذهنية تعطيك صورة شاملة عن الموضوع التي تريد دراسته والتحدث عنها، بحيث أنك سترى الموضوع بصورة أكثر شمولية. ولا شك أن هذا التطبيق من تطبيقات الدراسة سيساعدك بشكل كبير على الاستيعاب بشكل أكبر، كما أنه سيوفر لك وقتا كبيرا في مراجعتك في الأوقات الضيقة قبل الاختبارات. وكذلك هناك تطبيق تودو ليست، ومن عنوان التطبيق يمكنك التخمين ما هي وظيفته. بالفعل هو يساعدك في التخطيط ليومك وعمل جدول منظم لمهامك اليومية من محاضرات ومذاكرة ومهام عائلية وشخصية أخرى إلى آخره. وكذلك هناك تطبيق برومودورو، تايمر. في الدراسات التي أجريت على العقل بالنسبة للطلاب وجد أن المذاكرة الفعالة هي المذاكرة على فترة متوسطة بينها فترة راحة كثيرة ذات مدة قليلة. بمعنى آخر قد وجد أنه من على بدء التوقيت يحسب لك التطبيق 25 دقيقة ويطلب منك كامل تركيزك في المذاكرة، وعند انقضائهم ينبهك لأخذ قسط سريع من الراحة، وهكذا حتى تنتهي من مذاكرتك. ثم كذلك هناك تطبيق آخر إيفير نوت، وهذا التطبيق بمثابة تطبيق في آن أو بمثابة أكثر من تطبيق في آن واحد، وقامت بتصميمه وإصداره شركة جوجل، وربما تجده على هاتفك بدون أن تستخدمه بشكل مستمر. وهذا التطبيق يتيح لك سهولة حفظ أي شيء تريده في الحال، فهو يمكنك من حفظ نص أو صورة أو مقطع صوت أو أي شيء ترسمه بيدك على شاشة الهاتف، وبالتالي فهو بمثابة مخزن لجميع ما يدور بخلدك في كافة الأوقات. وكذلك هناك تطبيق كالم، تتميز فترة الامتحانات في كافة المراحل الدراسية المختبئة أنها تسبب ضغطا نفسيا على الطلاب، وقد يشكل هذا الضغط عائقا لمواصلة المذاكرة، وقد يكون أيضا سببا رئيسيا في تأخر المستوى الدراسي بالرغم من وجود القدرة العقلية القادرة على تحقيق مستوى أفضل. ولمعالجة تلك المشكلة أوصيكم بجد بهذا التطبيق، ويساعدك بشكل عظيم في التخلص من التوتر أثناء المذاكرة أو أي ضغط عامل آخر. فهو يستخدم التأمل في القضاء على ذلك التوتر والضغط الناتجين عن مشاكل الحياة اليومية. وهناك تطبيق سيلف كنترول، تخيل أنك بدأت مذاكرتك وبصعوبة بدأت الدخول في حالة التركيز وحاولت فصل مشتت مختلفة حينها، وعلى حين غفلة يأتي لك إشعار أو رسالة تخبرك بشيء غير مهم ولم تجن شيئا آخر غير أن التركيز ذلك قد انقطع ومكثت وقتا أكبر في محاولة التركيز مرة أخرى. ويتيح لك هذا التطبيق إيقاف التنبيه لكافة الإشعارات المختلفة لوقت معين تحدده أنت قبل بدئك للمذاكرة، فتحافظ على تركيزك بشكل كافي. إذن فهذه أهم التطبيقات التي يمكنك الاستفادة منها في تحصيلك العلمي وفي الدراسة بشكل عام. كل تطبيق ستجدون رابطه في التدوينة التي سأضع لكم رابطها في أسفل الفيديو في الديسكريبشن إن شاء الله. لا تنسوا زيارة موقعنا والالتحاق بالقائمة البريدية،
وعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك والاشتراك في قناتنا على اليوتيوب قناة زيكوروان، وتشجيعنا فتشجيعكم لنا بمثابة تشجيعكم لنا هو سر مواصلتنا ولتقديم المزيد والأفضل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.